أهلا بكم. تتسارع الأحداث في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول. الادعاء العام التركي أصدر بيانا قال فيه إن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله إلى مبنى القنصلية، ثم قطعت جثته وتم التخلص منها. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم قال إن قتل خاشقجي ما كان لينفذ لولا وجود أوامر من قيادات عليا. أما وزير الخارجية الأمريكي فقال إن اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول يعد خرقا لأعراف القانون الدولي. يغادر المدعي العام السعودي سعود المعجب الأراضي التركية عائدا إلى بلاده، زيارة استغرقت 3 أيام. يقول المسؤولون الأتراك إنها لم تضف أي جديد في مسار التحقيقات. بعد مغادرة الرجل على الفور، المدعي العام التركي يصدر التقرير الرسمي حول ملابسات مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. البيان تحدث عن كيفية القتل ومصير الجثة. خاشقجي قتل خانقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول وفقا لخطة كانت معدة مسبقا. تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها. النيابة العامة التركية تحدثت أيضا عن عدم التوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي، رغم كل الجهود التركية المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة. وأضافت أيضا أن الجانب السعودي أنكر الرواية حول وجود متعاون محلي تم تسليم الجثة له. تحدث البيان إذن عن القتل خنقا ومن ثم تقطيع الجسد، لكنه لم يأتي على ذكر المسؤول الذي أعطى التعليمات بتنفيذ القتل، ولا عن سؤالي أين جثة جمال خاشقجي. 30 يوما مرت من وقوع الحادثة. الادعاء التركي يصدر تقريره الأولي عن قضية مقتل جمال خاشقجي. المكان هذا الذي بات يعرف بقنصلية الموت هو مسرح الجريمة، لكن مكان التخلص من الجثة ما زال مجهولا بالنسبة لفريق التحقيق التركي، ومعلومة بالضرورة لدى السعوديين الرافضين الإدلاء بأي معلومات بهذا الخصوص. عدنان جان، التلفزيون العربي، من أمام القنصلية السعودية اسطنبول. تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية. ريما، ضعينا في آخر المواقف والمستجدات في الداخل الأمريكي بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بعد هذا البيان، بيان الادعاء العام التركي. يعني وإن كان هناك تصريحات جديدة من وزير الخارجية الأمريكي بشأن مقتل جمال خاشقجي، ولكن المواقف على الأقل تبدو على حالها. الإدارة الأمريكية، رئيس الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي يتحدثون عن أن واشنطن تريد أن تحصل على كافة التفاصيل. وزير الخارجية الأمريكي وإن قال أن مقتل خاشقجي يخرق كل الأعراف والقوانين الدولية، ولكن مع ذلك قال أنه لا يريد التفريط بالعلاقة مع السعودية. هذا ما سمعناها أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتهمه كثير من ضمنهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي بأنه لا يأخذ مواقف حاسمة فيما يتعلق بالسعودية. إذن الكونغرس يقف في جهة والإدارة الأمريكية تقف في جهة أخرى. الكونغرس ما زال يطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات حاسمة. قد لا تتخذ هذه الإدارة هذه الإجراءات قبل انتهاء الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، ولكن اللافت للنظر هو مواصلة الإعلام الأمريكي الضغوط على الإدارة الأمريكية. هذه الضغوط من الإعلام لم تتوقف. الواشنطن بوست اليوم طالبت الكونغرس إذا لم يتحرك أو إذا لم تتحرك الإدارة الأمريكية بأن يقوم الكونغرس بمعزل عن هذه الإدارة بالتحرك واتخاذ مواقف حاسمة، والاستماع إلى التقرير الذي قدمته جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي قدمته إلى الإدارة الأمريكية، بأن يستمع الكونغرس إلى هذه الإفادة ويحصل على كافة المعلومات واتخاذ إجراءات حاسمة. شكرا لك ريما أبو حمدية، مراسلة التلفزيون العربي في واشنطن. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده قد تفرض عقوبات على السعودية إذا ثبت ضلوع سلطاتها في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داعيا في الوقت نفسه الرياض إلى كشف حقيقة القضية وإعلان أسماء المسؤولين عن القتل ومعاقبتهم. même si
على الرغم من اعتراف السلطات السعودية بالقتل فإننا غير راضين، ويجب أن يتم إرساء الحقيقة، لذلك يجب متابعة التحقيقات. هناك تحقيق أجرته المملكة العربية السعودية وهناك تحقيق أجرته تركيا. البلدان بحاجة للذهاب حتى النهاية، واعتمادا على نتيجة هذه التحقيقات سنقوم بفرض عقوبات على المذنبين. انضم الينا من اسطنبول السيد يوسف كاتب اوغلو الباحث السياسي، كما ينضم الينا من باريس السيد خطار ابو دياب استاذ العلاقات الدوليه. اهلا بكما معي في هذه الحلقه. ابدا معك سيد يوسف كاتب اوغلو، في اول بيان رسمي اذا من جانب الادعاء التركي، جمال خاشقجي اذا قتل مخنوقا وتم تقطيع جثته ثم التخلص منها وفقا لخطه معده سلفا، اذا هل هذا البيان بيان الادعاء التركي يمثل إعلانا بفشل زيارة المدعي العام السعودي وبالتالي فشل التعاون السعودي التركي في هذا التحقيق؟ مساء الخير، تحياتي لك وضيفك والسادة المشاهدين. هذا الإعلان هو عبارة عن إعلان قضائي قانوني جنائي، وهو إعلان أولي، هو يعطي معلومات إلى الآن ما تم التوصل عليه إلى الآن، هل هو يمثل فشل الطرف الآخر أم لا؟ ربما يلقي الضوء على نقاط التقاطع والنقاط الاختلاف. يعني هذا البيان الذي صدر يؤكد بأن هنالك واحد جريمة شنعاء، ثانيا يضحك كل الادعاءات السابقة بأن كان هناك اختفاء تطور الموضوع. المشتبه بهم الثمانية عشر لماذا لم يأتي بإفاداتهم؟ هم يقولون لن نسمح بأن يأتوا إلى تركيا، طيب أعطونا الإفادات على الأقل. يعني لم يعطوا الأذنات للتحقيق أيضا مع الدبلوماسيين السعوديين في داخل القنصلية العاملين بها. يعني هنالك بعض الحلقات الناقصة، وتبقى الحلقة الأبرز أين الجثة وباقي أجزاء من الجثة؟ هو هذا السؤال المطروح. نعم. لا توجد أدلة دامغة. نعم. بالتالي سيد خطار أبو دياب، مسؤولية كبرى تقع على الطرف السعودي. نعم سأعود معك، ولكن سيد خطار أبو دياب الآن ماذا بعد فشل يعني هذه الزيارة، زيارة المدعي العام السعودي، هل نتوقع أن يطرأ أي تغيير على طبيعة العلاقة مع السعودية، كأن تكون قطع جسور بين تركيا والسعودية أو تدويل هذه القضية مثلا من الجانب التركي؟ ما هي توقعاتكم؟ أحييكم وأحيي فريق العمل والمحاور الكريم وكل من يتابعنا. أهلا بك. بالطبع نحن أمام منعطف الآن، كانت تركيا تنتظر النائب العام السعودي، على ما يبدو بيان النائب العام التركي ليس فقط مجرد إعلان قضائي، هو تأكيد على ما تقوله تركيا إنه عدم تعاون. إلى أين يمكن أن تؤدي المسألة؟ الجانب السعودي يمكن أن يرى في الموضوع أن تركيا كانت تعطي تسريبات بالقطارة وتضغط عليه. الآن بالطبع تركيا التي تعتبر نفسها غير راضية عن مستوى التعاون ستصعد، أصلا هي دولت الموضوع منذ اليوم الأول، وهي يعني تنتظر المسألة، هي أساسها لو كانت هناك تدخلات أوروبية أو غيرها، لكن أساسها ثلاثة أطراف، الطرف السعودي، الطرف التركي. ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة لتركيا يعني بعد هذا التصعيد الذي أشار له السيد خطار أبو دياب؟ ما هي نهاية هذا التصعيد؟ أي نقطة يمكن أن ينتهي فيها هذا التصعيد، سيما وأن تركيا الآن باتجاه كل ما يصعد في هذه القضية؟ يا سيدي، يجب على الجميع أن يعلم بأن القضية هي ليست قضية فقط تركيا وقضية السعودية، هي أصبحت قضية الرأي العام العالمي، في العالم كله الآن ينظر إلى اغتيال وإلى ارتكاب جريمة سياسية بامتياز ضمن الحدود التركية، ضمن بعثة دبلوماسية أو ضمن قنصلية ممثلية دبلوماسية للمملكة العربية السعودية. هذه الجريمة إلى الآن هنالك تباطؤ كبير وهنالك مماطلة كبيرة من الطرف السعودي. 14 يوما انتظرت تركيا حتى يتم السماح لها بدخول القنصلية، 18 يوما انتظرت حتى يتم. على ماذا تعول السعودية في هذه المماطلة؟ استجواب وأخذ العينات. أنا أتوقع بأنها هي الآن في حرج كبير، هي تريد أن تكون أن تصلح الروايات القديمة
بروايات أكثر إقناعا ولكنها تتخبط وتصطدم بعدم مصداقية الروايات الجديدة أيضا. يعني قالت أنه خرج دخل وخرج. طيب سيد يوسف نعم هذه السردية، ولكن الآن نريد أن نعرف الخطوة. يعني مثلا على سبيل المثال لم تستجب السعودية لكل الطلبات، طلبت 18 متهما ولم يستجب لها، طلبت مصير جثة خاشقجي ولم يتم الاستجابة. أيضا فيما يتعلق بالمتعاون المحلي في تركيا أيضا طلبت يعني هوية هذا المتعاون لا استجابة لهذه المطالب. الآن السؤال عن الخطوة المقبلة بالنسبة لتركيا، هل ستذهب للمحكمة الجنائية الدولية مثلا؟ ما هي الخطوة المقبلة؟ لا أنا لا أتوقع أنه يجب حرق المراحل هكذا. يعني هذا الاستعجال في محاولة الوصول إلى مرحلة التدويل ومرحلة المحكمة الدولية، أتوقع أن المتهمين 18 هذه الاعترافات ربما تظهر خلال يومين أو خلال يوم، لست أدري. هذه الاعترافات ربما تفتح صفحة جديدة، هنالك ربما يتم إقالة بعض المسؤولين الكبار. يعني على رأس المسؤولية ليس فقط القنصل، أين القنصل السؤال؟ القنصل لماذا القنصل الآن لا أحد يذكره بشيء، وهو كان على رأس عملي، وهو الذي قال لا يوجد أحد في القنصلية. القنصل على رأس قائمة الاتهام واحد. نعم. ولماذا خرج كالهارب. نعم. يوم تفتيش منزله. النقطة الثانية والأخيرة اسمح لي أكمل الفكرة، هنالك ربما نسمح بإقالة بعض المسؤولين، وزير الخارجية مسؤول بالقانون الدولي عما يحدث في قنصلية دولية ذات حصانة دبلوماسية، أعضاء في رئاسة الوزراء ربما ولي العهد. يعني هذه السلسلة ستطول، وبالتالي من سيكون الذي سيتم توجيه التهم إليه أو كبش الفداء على المستوى الحكومي؟ هذا هو السؤال. هذا ربما سيسبق قضية التدويل والمحاكم الدولية على الطرف السعودي، وتركيا تريد إغلاق هذا الملف بسرعة، والسعودية يجب أن تغلق هذا الملف بسرعة، لأنه لا لصالح تركيا ولا السعودية أن يطول هذا الملف. كلما طال كلما زادت القيل والقال والاستفهامات والتأويلات والشائعات، وهذا يضر بمصالح البلدين بل بالمصداقية للطرف السعودي. طيب سيد خطار، بالنسبة للمواقف الدولية، وزير الخارجية الفرنسي يعتبر أن اعتراف السلطات السعودية بجريمة قتل سيد خاشقجي غير كاف، وأنه من الممكن أن توجه فرنسا تشرع بفرض عقوبات على السعودية. طبعا هذا الأمر تدرسه أيضا بريطانيا، الكونغرس الأمريكي أيضا، هناك دعوات لإجراء تحقيق على مستوى دولي. بالتالي كيف تقرأ كل هذه المواقف الدولية؟ وإذا كان هناك عقوبات ما طبيعتها؟ يعني من الواضح أن هناك نقاش أوروبي حول الموضوع. المستشارة أنجيلا ميركل قبل نكستها الانتخابية طرحت مسألة حظر السلاح، بينما فرنسا وبريطانيا تحفظت على ذلك بانتظار التحقيق. اليوم وزير الخارجية الفرنسي لم يقل جديدا، قال نعم في حال ثبوت الموضوع ستتخذ فرنسا إجراءات، لم يتكلم عن طبيعة الإجراءات. لكنني أميل للقول بأن هناك نفس الخطوات الأمريكية حول التأشيرات، حول العقوبات ضد الأشخاص. هل تصل العقوبات ضد الدولة؟ هل يقف التعامل مع الدولة؟ هذه مسألة أكبر. المشكلة أنه داخل الاتحاد الأوروبي يتوجب الحصول على إجماع كل الدول الأعضاء. هو نفس المأزق بالأمس، الدنمارك طلبت بعقوبات حول إيران، لن يحصل ذلك بسهولة لأنه سيحصل تراجع سياسي حول دعم الاتفاق النووي. وفي موضوع السعودية حجم المصالح كبير، وأظن أن هذه الدول تنتظر خطوات واشنطن، واشنطن هي المقياس بالنسبة لهذه الدول. ربما هناك دول مثل ألمانيا لا يهمها كثيرا الأمر لأن ميزانها التجاري أو فائضها كبير جدا. باريس مهتمة أيضا أمام رأيها العام، وهنا أشاطر القول بأن مسألة رأي عام استضافت قمة دولية لما يسمى المدافعين عن حقوق الإنسان، هي في هذا الموضوع تجد نفسها أيضا في حرج. نعم. ما بين مصالحها المباشرة وبين ما تسميه مبادئها ومنظومة. واضح سيد خطار، ولكن يعني الموقف الآن الأمريكي كيف يقرأ، سيما وأن وزير الخارجية بومبيو يقول إن الوقت يمضي ليس لصالح السعودية وعليها أن تكشف الحقيقة سريعا، بينما الرئيس ترامب يقول لا أعتقد أن السعوديين قد كذبوا عليه في يعني رواية مقتل خاشقجي. نعم، هذا يعني أن هناك نوع من توزيع الأدوار. السيد ترامب كما الكرملين يقولان أنهما يصدقان رأي القيادة السعودية،
بينما السيد بومبيو يعتبر وهذا موضوع القنصلية بالذات على ما عداها في هذا الموضوع. طيب سيد يوسف، كيف تقرأ من جانبك أيضا ما قاله ترامب أنه لا يعتقد أن السعوديين كذبوا عليه في رواية مقتل خاشقجي؟ هل يكذب بذلك بيان الادعاء العام التركي أم ماذا؟ يا سيدي، يعني ترامب نفسه هو أتوقع في ورطة، يعني هو ورط نفسه، وكان هنالك تغريدات كثيرة تنم على أنه في ورطة، يعني تضارب في التغريدات، في الرأي الشخصي لترامب. مرة يقول بأنه لا يعتقد عند بداية الأزمة بأنهم كذبوا، وأن هذه عبارة عن حادثة قام بها مارقون، ثم بعد ذلك يقول بأن هو يتوقع بأن الرواية السعودية الثانية، ولكن هذا التصريح قبل قليل، لا توجد مصداقية. نعم. ثم هذا التصريح قبل قليل الآن. نعم هذا الآن هو يحاول أن يتراجع، ربما لأن هنالك طبخة جديدة الآن، سيناريو جديد سيتم الإعلان عنه. يعني الكثير الآن يرى بأن يجب أن يكون هنالك يعني تغيير في المسؤولين، وربما الآن يتم استثناء الملك سلمان، أو ربما يكون هنالك أيضا تغييرات تصل إلى القيادات العليا، وبالتالي هو يريد أن يعني يبين بأن أشخاص فقط هم المسؤولين وليس الحكومة أو الدولة بذاتها، وهذا بالنسبة لكل العالم يفتقد إلى المصداقية، لأن المصداقية تقول أين الحقيقة؟ الحقيقة هي الأهم من المصالح والمكاسب السياسية التي ترامب يحاول دائما أن يجعلها أهمه الأكبر مع السعودية. أشكرك سيد يوسف كاتبوغلو الباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول. كما أشكر من باريس سيد خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك دكتور خطر.